إنها تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في منتجات شركة LG الكورية الجنوبية التي عرضتها في حدثها السنوي LG InnoFest 2018 في مدينة كاب تاون بجنوب أفريقيا. هذه الأنظمة والأجهزة الكهرومنزلية والروبوتات الذكية التي تشاهدونها ستكون واحدة من أهم مكونات الهوية المستقبلية لشركة LG في المنازل وكل قطاعات الخدمات. نحن لا نتكلم فقط عن القيمة المتعلقة بالحياة في البيوت، لكن LG أيضا تفكر في خارج المنازل كصناعة أنظمة الروبوت والذكاء الاصطناعي ووضعها في السيارة وفي أماكن كالفنادق والمطاعم، وصناعة روبوتات تقدم الفاتورة لك وتقوم بتقديم الطعام. تلفزيونات السوبر اتش دي والاولد تي في واليو اتش دي جميعها ادخلت عليها انظمة الذكاء الاصطناعي لتصبح قادرة على الاستجابة بفعالية لطلبات المستهلكين. إنه جهاز تلفزيون ذكي جداً، يملك خاصية إظهار الألوان بمنتهى الوضوح والدقة. هو أيضاً نحيف ولديه تصميم مذهل. أجهزة الأوليد والإتش دي والسوبر إتش دي أدخلت عليها تقنيات للذكاء الاصطناعي. ومن الغسالات الذكية وأجهزة المكيفات فائقة الذكاء إلى هذه الثلاجة الذكية التي تساهم في اقتصاد أكبر للطاقة وتوفر للمستهلكين خيارات متعددة. هذه ثلاجة LG الجديدة، إنها مصممة لاقتصاد أكبر للطاقة والاحتفاظ بها. لديها ميزة تستطيع منح المستهلك قائمة بلوائح الطعام الذي يرغب في الاحتفاظ بها لمدة معينة في الثلاجة. إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في المنتجات الكهرومنزلية والمنتجات الذكية سيكون هدفاً للشركات العالمية كشركة LG هنا في معرضها في InnoFest 2018. سيكون كذلك تحدياً كبيراً لكل الشركات التي تطمح لأن تخطط للمستقبل. كان معكم شمس الدين عسي من كيب تاون للشروق نيوز.